مهندس هشام زكي طبعا غني عن التعريف، استاذنا كلنا. هو مدرب معتمد في الاجايل، وما شاء الله كل يوم كده انا بتابع صفحه تحت، كل يوم بنلاقيه عمل شهادات جديده وكورسات جديده وحاجات كده، فما شاء الله. انا هحط لكم الرابط بتاع الصفحه بتاعته بحيث برضو تتابعوه، لان هو بيعتبر مدرب لاكثر من شركه، وبقاله فتره كبيره بعمل الاجايل شامبر اوف اديوكيشن، وما شاء الله يعني ناس كتير، اعتقد الاف الناس اتعلمت منه موضوع الاداره من خلال الاجايل ده. فان شاء الله محاضره ممتعه. اشكرك، اشكرك جدا باشمهندس عمر، اشكرك. طيب خلوني يعني في البدايه كده بشكر طبعا مهندس عمر على دعوته الكريمه ان انا اكون معاكم النهارده تحت مظله البيم اريبيا. يعني اللي انا شخصيا يعني رغم ان انا مقالي بعيد شويه عن البيم، بس انا يعني انا من الاكاديميز او من الصفحات اللي انا بحترمها، وبحس انها دايما بتقدم فاليو، بتقدم جديد دايما. يعني بتمنى له التوفيق باذن الله. وطبعا ده شرف لي ان انا اكون معاكم موجود النهارده. طيب في البدايه اعرفكم بنفسي بسرعه. طبعا يعني مهندس عمر اتكلم على اوفر اول ماي اكسبيرينس ايه، بس خليني برضو يعني اديكوا اكتر شويه عشان تبقوا عارفيني. انا مهندس خريج 2004، هندسه عين شمس. انا خريج هندسه مدني، يعني انا باي ذا واي مهندس مدني، بس انا اشتغلت مدني قد ايه؟ زيرو. انا ما اشتغلتش مدني خالص. انا من ساعه ما اتخرجت اشتغلت بالظبط يعني 6 شهور كده في التشطيبات شويه، حتى ما هياش حاجه كونستراكشن قوي. وبعد كده حولت بقى على الاي تي وعلى النتورك. الكلام ده في سنه 2005 مع شركه اورنج بيزنس سيرفيسز، اللي هي نفس الشركه اللي انا شغال فيها لحد دلوقتي. انا في اورنج بيزنس سيرفيسز بقالي 15 سنه، عديت ال 15 سنه، داخل في 16 سنه. طبعا عمر كبير قوي يعني ان انا ابقى موجود في شركه واحده، بس هي ميزه اورنج ان هي شركه كبيره قوي، يعني انت جوه في كميه اقسام ممكن تشتغل فيها، تكتسب منها خبرات مختلفه، كميه لاين اوف بزنسز كتيره قوي. في اورنج بقى يعني انا يعني لو جيت ارجع بالزمن لورا 2005 من منظور كده اداره المشاريع عندنا كانت ماشيه ازاي، انا عديت بجميع المراحل اللي تتخيلوها. يعني في الاول خالص لما كنا شغالين بيور ووتر فول او تراديشنال، واشتغلنا بقى يعني اللي هو بنقدس الدوكيومنتيشن وبنقدس البروسيس، ويعني بنعظم بقى من قصه البروسيس ونفولو البروسيس اهم من اي حاجه، اهم من المنتج اصلا يطلع. يعني بنركز على البروسيس، بنعتبر ان نجاح المشروع من ان احنا نجحنا في البروسيس ولا لا. اللي هو طب ايه رايك في النظام؟ اهم حاجه النظام حلو، بس مش مهم بقى احنا طلعنا ايه. فطبعا دي كانت مسببه لنا بقى مشكله، وطبعا بدانا ان احنا ندركها بقى مع الفيدباك بتاع الكاستمر. يمكن اتكلم معاكم بشكل اكبر شويه. طيب انا لما دخلت اورنج اشتغلت شويه تكنيكال سنه 2009. الحمد لله حصلت على البي ام بي على في الثيرد اديشن. لما حصلت على البي ام بي ثيرد اديشن قلت بقى خلاص تمام، انا راجل يعني عندي النوليدج، طبق بقى. يعني انا من النوع اللي بحب اطبق اللي انا بتعلمه، مش مجرد اخد شهادات وخلاص. فقلت اطبق، بسم الله الرحمن الرحيم جاي اطبق، اصطدم ان العلم اللي انا درسته ده، ومش عشان انا مش عارف اطبقه، احنا كنا بنطبق بي ام بي فريم ورك بحذافيره فعلا، بس كنت شايف ان في حاجه مش مظبوطه. كنت شايف ان احنا ممكن جدا نحسن من البروسيس دي ونحسن من ادائنا بشكل اكبر بكتير، في ان احنا محتاجين نغير the way we are collaborating with each other، او نغير شكل الانجيجمنت بتاعنا عامل ازاي. It's not fair ان البي ام هو اللي يبقى الامر الناهي في المشروع، وهو اللي يبقى في ايده الكوماند اند كنترول. يعني الموضوع ده ظالم لي وظالم للتيم. انا كنت دايما بشوفها كده، الكلام ده من 2009 و2010، من قبل ما ابتدى طبعا الاجايل ينطلق في الماركت بشكل كبير. فالموضوع بالنسبه لي ان انا ابتديت اطبق ووتر فول بحذافيره وبكل الدوكيومنتيشنز بتاعته، بس انا كنت اوقات كتير بقول هو انا بعمل ده ليه؟ هو ليه الدوكيومنتيشن دي ضروريه؟ ليه محتاجين نعملها؟ ما هي ملهاش لازمه ومحد مش هتضيف اي فاليو لا للكاستمر ولا لينا. فكان دايما الاسئله دي بتجول في بالي. لما بدات اشتغل بقى يعني اشتغلت بروجكت مانجر وبروجكت دايركتور لحد سنه 2000
و15 2016 تقريبا، في بدايه 2016 ابتدى الترم بتاع الاجايل ده ابتدي اسمعه. فطبعا انا ما كنتش فاهم اي حاجه، يعني مش عارف ايه الاجايل ده، فابتديت ان انا اقرا عن الاجايل. اول ما جذب انتباهي في الاجايل هو تركيزه على البيهيفير، السلوك والكالتشر والمايند سيت. دي اكتر حاجه شدتني وجذبتني الموضوع، لان انا عارف ومتاكد ان انا من خلال طبعا شغلي ومن خلال دراستي ان الحاجه اللي انت بتصدقها والحاجه اللي انت يعني يو دو هاف بليف ان هتقدر تعملها بشكل كويس وبشكل مقنع ليك وللناس. انما طول ما انت بتعمل الحاجات دي عشان هي المفروض تتعمل فانت مش وطبعا مش مدرك الواي بيهايند ات، فطبعا الموضوع مش هيمشي بشكل efficient، مش هيمشي بشكل كويس، مش هيبقى فيه consistency، يعني مش هيبقى فيه استمرارية في الممارسة. يعني انت هتمارسه مرة وخلاص انت مش حاسس بالفاليو بتاعته قوي، فيعني you're not going to be consistent يعني. فده اللي انا لاحظته ساعتها. فانا عجبني جدا في الاجايل فكرة ان هو بيركز على العقلية، وزي ما قلت لكم انا شايف ان اهم حاجه العقليه. المهم بعد كده جت فرصه بقى ان احنا عايزين نعمل اجايل ترانسفورميشن كبير، يعني بروجرام كبير قوي جوه اورنج. الحمد لله كنت من بدايه الناس اللي بداوا الموضوع ده. طبعا في المرحله دي حاولت ان اتعلم اكتر عن الاجايل، اقرا اكتر عن الاجايل، درست بقى واخدت شهادات كتير لحد ما الحمد لله قدرت ان انا ابقى من الكور تيم اللي بيبيلد اب الترانسفورميشن بلان لل مش بس للسايت في مصر، احنا عندنا سايت في البرازيل وموريشيوس والهند وفرنسا. كنت يعني احنا بدانا البايلوت بتاعنا في كايرو، وبعد كده ابتدينا نعمل ريبليكيشن للاذر ريجنز. بس الحمد لله كنت من الناس اللي حطوا حجر الاساس، وطبعا ده اداني اكسبيرينس رهيبه جدا في الاورجنايزيشنال ترانسفورميشن، مش في موضوع بس ان احنا يلا نشتغل سكرام او يلا نشتغل كانبان او غيره، لا في حته الاورجنايزيشن ترانسفورميشن دي طبعا ادتني خبره كويسه قوي. من ساعتها ابتدى يبقى ليا يعني بفضل الله ابتدى يبقى ليا رؤيه وفيجن للموضوع. بدات ان انا انشر مقالات، انشر فيديوهات، ومن هنا بقى جاءت الانطلاقه في السوشيال ميديا. الكلام ده من حوالي 3 سنين. يعني ادركت الحمد لله يعني قدرتي على توصيل المعلومه بشكل كويس للناس، والموضوع ده بدات يعني ادوس عليه اكتر واطرق عليه اكتر. الحمد لله النهارده انا بدرس كورسات كتيره، بعمل وركشوبس كتيره، الحمد لله يعني كينوت سبيكر في ايفنتات كتيره قوي زي الفاليو انجينيرنج سامت، الايجيبت كارير سامت، الاركيتكتشر سامت اللي هو كيفيه تطبيق الاجايل في مجال المعماري، وبرده الفاليو مايند سيت كنت جزء من سيمينار عن الفاليو انجينيرنج. طيب انا يعني بشتغل ايه النهارده؟ انا البوزيشن بتاعي اجايل ليدر في او بي اس في اورنج بزنس سيرفيسز، ده الفول تايم جوب بتاعي، بلس ان انا بشتغل بحاضر في كليه هندسه جامعه القاهره، بحاضر في البريتش يونيفرسيتي بدي كورسات ووركشوبس ورش عمل بروجكت مانجمنت، وبدرس ايضا طبعا اجايل في جامعه القاهره للناس اللي بيحضروا ماسترز وبي اتش ديز. الحمد لله انشات اجايل تشامبر اوف ايديوكيشن، هو ما انشاتهاش بقالي يعني فتره كبيره، بس هي نتاج عمل ونتاج خبرات سنين. يعني انشات الحمد لله اجايل تشامبر اوف ايديوكيشن، هي انتيتي بتبروفايد فيري هاي كواليتي تريننج وركشوبس. طبعا مش بس انا اللي بعمل الموضوع ده، انا معايا بارتنر بلس معانا بزنس اكسبرتس من كذا دوله في العالم، ناس خبرات عظيمه جدا في الاجايل، وكلنا قايمين بالموضوع ده وبندليفر a lot of workshops وكورسات. فممكن برضو يعني الموقع بتاع الشركة agilechamber.com، ممكن برضو مهندس عمر يعني لو يكتبوا يعني اكون شاكر لي. بعمل ايه تاني؟ يعني انا agile business consultant في شركة اسمها Outvice، شركة اسباني، بشتغل معهم فريلانس، ببروفايد انترفيوز ليهم، بعمل انترفيوز للناس اللي بيقدموا عندهم، هم ريكروتر بيعينوا لشغلات اجايل، انا بعمل لهم انترفيوز، بعمل معهم ويبينارز، بعمل معهم مقالات عديده، ماسك الاجايل سيكشن في الشركه دي. وبرده
يعني مؤخرا من حوالي شهرين بقيت بروجكت ريفيور اند نوليدج منتور في موقع اسمه يوداسيتي، من المواقع المعروفه جدا والمشهوره جدا في مجال يعني بيقدموا دبلومات مختلفه في كذا مجال يعني. طيب نخش في الموضوع. احب ان انا اوكي احب ان انا ان شاء الله يعني ابدا معاكم على طول في الكونتنت بتاعنا النهارده، وهو حديث الساعه. حديث الساعه هو ايه؟ حديث الساعه ده هو البي ام بي، البي ام بي اوكي، والبين بوك الجديده. طيب انا بشكر طبعا المهندس مصطفى، بارك الله فيك، وحط الموقع بتاع الشركه. يعني الصفحات الشخصيه بتاعتي ان شاء الله هتلاقوها، مجرد ما تكتبوا بس هيثم زكي اجايل هتلاقيني طلعت لك في كل حاجه، في الفيسبوك واليوتيوب واللينكدين، في كل حاجه. طيب موضوع الساعه، موضوع الساعه هو الاجايل. موضوع الساعه هو الاجايل، ولو قلنا موضوع الساعه جوه البي ام بي او سوري جوه البي ام اي اللي هو معهد اداره المشاريع، ما هو موضوع الساعه جوه معهد اداره المشاريع؟ هو الاصدار الجديد للبين بوك اللي هو الدليل المعرفي لاداره المشاريع. طيب انا بدرس بي ام بي من 2012، انا بقالي 9 سنين تقريبا بدرس بي ام بي. طبعا مؤخرا بقالي 6 سنين بدرس اجايل وبي ام بي، وبقالي تقريبا سنه او سنه ونص متوقف عن البي ام بي لاسباب تخص بقى الاجايل واسباب تخص الفوكسنج على الاجايل، عشان اقدر ان انا يعني اثبت اثبت العلم ده بالنسبه للناس، وان انا ادي له وقت اكتر وافورت اكتر. البي ام اي النهارده طبعا الموضوع خلاص ابروفد، الدرافت فيرجن تم مراجعتها من العديد من الاكسبرتس بالنسبه للبين بوك 7th اديشن، وخلاص يعني الموضوع خلال ايام سيتم اطلاقه على حسب هم محددين امتى. قالوا مع نهايه 2020. نهايه 2020 ده ممكن يبقى يعني النص الثاني من ديسمبر، النص الرابع من ديسمبر، الله اعلم. بس هو قبل 1 يناير او يعني 1 يناير 2021 هيكون الاديشن الجديد وصل. طيب الامتحان هيتغير امتى؟ الامتحان هيبقى على الاديشن 7th اديشن بالكامل امتى؟ انا ما اعرفش، بس هو ممكن يكون بعديها مثلا ب3 4 شهور. بس هو الامتحان نفسه الاستراكشر بتاعه هيتغير في اخر ديسمبر، وده مؤكد. انا ما اعرفش هل معنى كده ان الاديشن الجديده لما تنزل الامتحان اللي اتغير في ديسمبر اللي جاي ده هيستمر بقى وده هيبقى على برضو الاديشن الجديده، دي حاجه ما اعرفهاش. بس من عاده البي ام اي انهم مش بيغيروا الامتحانات بسرعه كده، فانا اعتقد ان بتغيير الامتحان في ديسمبر هيبقى هو ده الامتحان بتاع 7th اديشن، هيستمر خلال فتره معينه. طيب ايه المواضيع اللي احنا هنتكلم فيها النهارده؟ باذن الله هنتكلم على النيو بين بوك. خليني اشير يعني اشير ماي سكرين بشكل اكبر، نشغل البن. اوكي انا هتكلم معاكم على ايه النهارده؟ هتكلم على النيو بين بوك جايد 7th اديشن. ليه هيبقى فيه بين بوك جايد 7th اديشن؟ لماذا؟ ايه يعني ايه فكره ان يبقى فيه بين بوك جايد 7th اديشن؟ وهو في العاده البي ام اي بيصدروا الاديشنز كل مثلا 4 سنين. المره دي الوضع مختلف شويه، يعني هم اصدروه 2017، النهارده يعني احنا في اخر 2020 تقريبا، فهو اقل من 4 سنين شويه. هو ايه الفكره ان هم يتم اصدار الاديشن الجديده دي، وليه هي عليها ضجه يعني، او شكلها كده في حاجه مختلفه جامده يعني؟ هنتكلم على ما هو يعني يمكن الواي دي هتودينا لتاني توبيك اللي هو ما هو تأثير الفوكا. هنشرح يعني ايه فوكا تمام، وهنشرح stands for A، وهنتكلم ما هو تأثير الفوكا على البروجكت انفايرمنت. ويعني اللي يفهم فوكا كويس، اللي هيفهم الترم ده كويس ان شاء الله بعد ما اشرحه النهارده، يعني عايز اقول لكم في حاجات كتيره قوي هنا هتنور. يعني في حاجات كتير طبعا، مش معنى كده انها مظلمه والعياذ بالله، بس في حاجات كتيره حلفت لك انتباهك ليها، يعني هتبتدي كده تفكر فيها بشكل مختلف. Is it completely different؟
يعني هل البين بوك جايد الجديده مختلفه تماما، ولا الموضوع يعني هل اللي درس بي ام بي قبل كده او اللي خد بي ام بي قبل كده خلاص يروح يعني يولع في الشهاده، ولا الموضوع يعني مكمل للعلم اللي انا اتعلمته؟ ده هنعرفه. و how agile is the new 7th edition؟ يعني قد ايه ال 7th edition agile؟ يعني قد ايه معتمده على الاجايل مايند سيت؟ دي يمكن حاجه برضو هنتكلم عليها. واخر سؤال، وده السؤال اللي بيتسال كتير قوي بقى، يعني ها نلحق نمتحن ونخلص وننجز، ولا نستنى الاديشن الجديده بالامتحان الجديد؟ الحته دي برضو هجاوبكم عليها ان شاء الله. طيب خلونا يعني في الاول نتفق على حاجه، احنا باذن الله هنشرح الويبينار تمام. I will go through كل الـ يعني التوبكس. في بعض الحاجات هطلب مشاركتكم، بمعنى ايه؟ ان انا هسالكم مثلا ايه رايكم في الحاجه دي، او ايه معنى الحاجه دي يعني، وهكذا. فالحاجات اللي انا هطلب منكم الانتر اكشن فيها حضراتكم، you will interact من خلال الشات تمام. يعني لما اسالكم على سؤال ممكن تجاوبوه شات، او لو عايز، لو في حد عايز انتر اكت فويس ممكن يريز هاند تمام. وان شاء الله بعد ما نخلص في الاخر هناخد جميع الاسئله، يعني هناخد جميع الاسئله في الاخر. فاي حد عنده سؤال يكتبه وان شاء الله نحل الاسئله في الاخر. المحاضره ممكن تاخد شرح مثلا ساعه او اقل، وباذن الله ممكن ناخد مثلا نص ساعه لل يعني لل لاي حد عنده اسئله، او اي حد حابب ان هو يسال في حاجه معينه. اوكي يا شباب، توكل على الله. طيب انا عايز بس في البدايه اقرا شويه كوتس يعني حاجات ناس قالوها قبل كده، او يعني مقوله معينه لحد معين. ستيفن هوكن، وده طبعا عالم الفيزياء المشهور، بيقول لك ايه؟ intelligence is the ability to adapt to change. الذكاء هو قدرتك على التكيف للتغيرات، او قدرتك على ازاي تقدر تتكيف على حسب المتغيرات اللي بتحصل حواليك. اوكي، الكلام ده قاله ستيفن هوكن، اللي هو يعني احنا هنا مش بنتكلم اجايل، هو الراجل ده يعني ملوش علاقه بالاجيليتي، بس هو بيتكلم على يعني هو دي الخلاصه اللي هو وصل لها، ان الذكاء هو قدرتك انك انت تتكيف المتغيرات اللي حواليك. طيب تعال نخش على يعني البرنس بقى. الراجل ده عظيم يا جماعه، بيتر دراكر. اي حد مهتم باداره المشاريع والبزنس لازم يقرا كل حرف قاله الراجل ده. الراجل ده عظيم عظيم عظيم. الراجل ده توفى سنه 2005، من الناس اللي فعلا فعلا عظيمه في حته الانوفيتيف ثينكينج والبزنس مانجمنت، ليدر حقيقي في الموضوع ده. Plans are only good intentions unless they immediately turned into hard work. الخطط هي مجرد نوايا حسنة، جميل، لحد ما يتم تحويلها لعمل جاد. أي خطة أنت بتفكر فيها هي مجرد نوايا. أنا والله فكرت إن أنا عايز أروح الجيم السنة الجاية دي عشان عايز أعمل فورمة بقى، يعني عايز اخس كده واعمل فورم تمام. طيب انا النهارده درست انا النهارده نزلت واشتركت في الجيم واشتريت التريننج سوت واشتريت الجزمه والشطاب وكل حاجه تمام، وقررت ان انا ان شاء الله البلان بتاعي، واشتركت في الجيم لمده سنه، البلان بتاعي ان انا انزل 3 ايام في الاسبوع. انا unless ان انا نزلت الجيم تمام، او لحد ما انزل الجيم، انا كده مجرد نوايا حسنه. مجرد ان انا انزل الجيم ويبقى الموضوع كونسيستنت، بمعنى مستمر، فساعتها انا يبقى فعلا طبقت البلان، والبلان دي كان ليها قيمه. اوكي يا جماعه، فكل البلانز هي عباره عن نوايا حسنه لحد ما تبدا تنزل ارض الواقع، ولحد ما تتحول لاداء وافعال جاده وعمل جاد. طيب
في احد الحضور بيسال يعني ايه اجايل؟ الكلام ده هنقوله ما تقلقش، يعني الكلام ده هنقوله قدام. طيب تعالوا نشوف ارسطو قال ايه. ارسطو قال first have a definite clear practical ideal goal and objective. يا جماعه ركزوا، ارسطو اللي مات سنه 322 قبل الميلاد، 322 قبل الميلاد، الفيلسوف اليوناني ارسطو. تعالوا نشوف بيقول ايه، ده واحد قبل الميلاد. تمام. طيب بيقول لك have a definite clear practical ideal goal or objective، يعني يبقى عندك هدف واضح انت عايز توصل له. هدف وانت محدد الهدف، هوصل له ازاي؟ ممكن اكتشف الموضوع ده من خلال الشغل او من خلال العمل، بس انا عارف ان انا عايز الحاجة دي. اوكي. طيب second، تاني حاجة بقى اعمل ايه؟ have the necessary means to achieve your ends، يعني لازم يكون عندك الوسائل اللي توصل بيها للايه، للهدف ده. زي ايه؟ الوزدم، حكمتك، طريقة تفكيرك، فلوس، money، material، مواد، methods، طرق. آخر حاجة adjust all your means to the end. أرسطو اللي هو 300 قبل الميلاد بيقول لك adjust، يعني بمعنى اللي احنا المعنى الدارج بقى بتاع البروجكت مانجمنت، تيلر يعني ابدأ غير في طريقتك عشان تعرف تنافيجيت الهدف والفاليو اللي انت عايز توصله. انت بتأجست الوسائل اللي انت بتستخدمها لحد ما توصل. بمعنى ايه؟ انا النهارده قررت ان انا انزل اسافر من القاهره لاسكندريه. نزلت وكنت ناوي، انا خلاص انا محدد الاوبجكتيف بتاعي اسكندريه، هسافر ازاي؟ ايه الوسائل، الميثودز؟ هاخد طريق مصر اسكندريه، القاهره اسكندريه الصحراوي، هسافر بعربيتي، هحط فيها بنزين بقد كده، خلاص انا محدد الطريقه اللي انا هروح بيها. والله لقيت بقى جالي على جوجل مابس نوتيفيكيشن ان الدنيا زحمه جدا جدا في الطريق ده ومش هينفع، يعني او مش هينفع، ممكن اخد الطريق ده بس هضيع وقت كتير قوي. فساعتها اي نيد تو ادجست ماي مينز عشان اوصل للفاليو، فبدل ما هروح من الطريق ده ممكن اروح من طريق اخر. تمام. ده منتهى البساطه. طبق ده بقى في كل البيزنس انفايرمنت عندك، في كل البروجكتس. انا عندي هدف عايز اوصل له، الهدف ده لي سكة، السكة دي فيها obstacles او فيها عوائق او فيها معوقات، محتاج ان انا اعرف ازاي اوصل لها. اغير بقى طريقة شغلي، اغير طريقة تفكيري، اغير الوسيلة اللي انا بتابعها عشان اوصل للهدف ده، اغير طريقة الشغل نفسها، اغير الادوات اللي انا بستخدمها، ايا كان. اخر حاجة a good plan violently executed now is better than a perfect plan executed next week. That George Patton ده يعني جنرال، في كان جنرال امريكي في الحرب العالميه الثانيه، بيقول لك ايه؟ بيقول لك a good plan violently executed now، يعني الخطه اللي يتم تنفيذها النهارده احسن من خطه بيرفكت يتم تنفيذها الاسبوع اللي جاي. الراجل ده توفي سنة 1945، برضو راجل قديم. الفكرة هنا ايه؟ البلان جات لك في دماغك، ابدأ تنفيذ، ارجوك. مستني ايه؟ ابدأ وخش تنفيذ. تمام؟ لا اصلا انا مستني متطلبات العميل كلها، انا لازم ابلان للبروجيكت كله عشان اقدر اقول له والله التكلفة والسكادول هيبقوا عاملين ازاي. وده اللي احنا بنعمله في الووتر فول، وده اللي بنعمله في التراديشنال. هل الموضوع ده اصبح صالح وابليكابل، قابل للتطبيق دلوقتي؟ الدنيا بتتغير بشكل كبير جدا، وده سبب من اهم الاسباب اللي خلى البين بوك 7th اديشن يتم تغييرها بشكل كبير جدا جدا جدا، وده اللي احنا هنتكلم عليه باذن الله. طيب نيو بين بوك جايد 7th اديشن اند واي، لماذا؟ مبدئيا كده اول اديشن تم اصداره ده 3 4 5 6، وده السابع، الاديشن السابع سنه 1996. طبعا يعني مش هناخد في التفاصيل كل اديشن من دول كان عامل ازاي، بس نقدر نقول ان كلمه اجايل، ودي الكلمه اللي احنا هنتكلم فيها، كلمه اجايل ظهرت او بدات في الظهور
سنة 2008 في الإصدار الرابع، وكانت مجرد كلمة في الكتاب إنك أنت عندك ممكن تشتغل بالبريدكت في الجزء بتاع اللايف سايكل، تشتغل بريدكتيف لايف سايكل أو في لايف سايكل اسمها الأجايل اللي هي تشينج دريفن لايف سايكل. سنة 2013 استمر الموضوع بنفس الشكل في الإصدار الخامس، ما يعني ما تمش الإشارة بشكل أكبر للأجايل. سنة 2017 بقى هي دي بداية الظهور الحقيقية للأجايل جوه البين بوك. وأي حد يا جماعة درس إدارة مشروعات ودرس البي ام بي أكيد عارف وعد عليه الأجايل وعارف يعني إيه أجايل. بس خليني أقول لكم عشان أجاوبكم على معنى الأجايل، وهي المحاضرة النهاردة مش مخصصة لتعريف الأجايل، بس هي مخصصة اللي احنا مركزين على البين بوك 7 اديشن ليه اتغيرت بالشكل الرهيب ده. طبعا ده هيخلينا نتطرق ليه ان احنا نتكلم شوية على الأجايل. طيب سنة 2017 بدأ الأجايل يظهر بشكل كبير جوه البين بوك، ولو انه برضو ما خدش الحيز بتاعه قوي. اوكي، طب ليه ظهر الأجايل ليه النهارده؟ خلينا بلاش نقول اجايل لان في ناس ممكن ما تبقاش عارفه اجايل. هو ليه احنا محتاجين ان احنا نطور ونغير في البين بوك اديشن او الدليل المعرفي لاداره المشروع؟ ليه محتاجين ان احنا نغير كل فتره؟ لسبب بسيط جدا، ان الدنيا بتتطور بشكل كبير قوي، الصناعات بتتطور، طريقه اداره المشاريع بتتطور، المايند سيت بتاعه الستيك هولدرز بقت بتتطور، دخول التكنولوجي النهارده في كل حاجه عندنا في المشروعات اصبح خلى المشروعات سريعه التغيير بشكل كبير قوي، فيري دايناميك، حركيتها عاليه قوي، ما بقتش مشاريع ستاتيك زي زمان اللي هو انا عارف انا هتحرك من نقطه A لنقطه B خلال سنه او خلال 6 شهور وانا عارف بالظبط انا عايز ايه. الموضوع ده ما بقاش يحصل دلوقتي. ليه بقى؟ لان الدنيا اتغيرت وبيئه العمل اتغيرت واصبحت فوكا. فوكا تمام، في يو سي اي دي اللي احنا هنتكلم عليها السلايد الجاي. بس خليني اقول لكم ان البين بوك لحد الاصدار السادس مركزه على حاجه واحده بس كابروتش، مركز على الووتر فول بروجكت مانجمنت. حتى لما ابتدينا ندخل طرق مختلفة من إدارة المشروعات مبنية على الأجايل مايند سيت اللي هي بتعبر عن الرشاقة والحركية وقبول التغييرات بشكل كبير في البروجكتس وتغيير طريقة الديليفري، بدل ما أنا بديليفر حاجة كبيرة كلها مرة واحدة إن أنا أقسمها وديليفر حتت صغيرة وأخد فيدباك من الكاستمر، هو ده الأجايل ديليفري يعني. فبرضو الأجايل لما دخل في السيكث إديشن ما دخلش بشكل قوي قوي، دخل في بداية تعريف النوليدج أريا، كان في حاجة اسمها الأجايل كونسيديريشن والتيلورينج كونسيديريشن والأجايل في النوليدج أريا دي يتم استخدامه إزاي. وطبعا مجرد باراجراف بدون شرح وافي للقصة، وما كانش مكتوب هو انا ليه بستخدم الاجايل او انا بعمل كده ليه، ما كانش مكتوب. بصراحه وجود الاجايل في الـ في الـ في في الاديشن دي انا شايفه ان هو لم يضف القيمه المطلوبه، لانه هو احنا حشرينه زي ما يكون حشرينه في وسط يعني في وسط كونسترينت وفي وسط قيود عاليه قوي اسمها البي ام بي فريم ورك اللي هي ال 47 بروسيسز او ال 49 بروسيسز اللي بتبتدي من ديفلوب بروجكت شارتر لحد ما بتخلص في الكلوز بروجكت اور فيز. فانا لما ادخل مع دول، انا النهارده بتكلم ان دول اهم حاجه وان انا عندي انبوتس واوتبوتس وتولز وتكنيكس وبمشي عليها وبخرج مش عارف من ال يعني مثلا عندنا ال في السكوب مانجمنت بلان عندنا الديفاين سكوب بيطلع لي بروجكت سكوب ستيتمنت، اطلع منه اخش بقى على ايه، اخش على الكرييت دبليو بي اس اطلع السكوب بيز لاين. فانا عندي الموضوع مترتب بالشكل ده بالانبوتس الاوتبوتس، هطلع منين واخش فين، هطلع منين واخش فين، هطلع منين واخش فين، معمول بالشكل ده. فكان وجود الاجايل فيه عامل زي
الحاجه الأد او الحاجه الغريبه اللي موجوده في وسط مجتمع تقليدي متمسك جدا بالبروسيس. وانا في الاجايل بقول له ان الانديفيدوالز والانتر اكشنز اوفر البروسيسز والتولز ده احد قيم الاجايل. فالموضوع كان شويه مش يعني مبلوع قوي، او كان شويه مش لايق على بعض. تمام. عشان كده لما بقى الدنيا طبعا الفتره اللي فاتت دي خلال 10 سنين اللي فاتوا، خصوصا في السنه اللي فاتت دي سنه الكوفيد 19، ربنا يعافينا جميعا، يعني الدنيا اتغيرت يا جماعه بشكل احنا مش قادرين نستوعبه، مش قادرين نستوعبه. ما فيش حد النهارده يقدر يتنبأ الاسبوع اللي جاي ايه اللي ممكن يحصل، او الاسبوعين اللي جايين ايه اللي ممكن يحصل. فطبعا البين بوك او الناس القائمين على البي ام بي او البين بوك ابتدوا يفكروا لا لا لا، يعني احنا خلاص احنا مش هينفع. قيمه البي ام بي في الماركت نفسها بدات تقل، لدرجه ان في احيانا لو انت قارنت ما بين عدد الحاصلين على البي ام بي الشهر ده والشهر الجاي، هتلاقي مثلا ممكن يكونوا قلوا مثلا 50 60 الف واحد. قالوا ازاي؟ الناس مش بتجدد شهادتها. طب الناس مش بتجدد شهاده البي ام بي ليه؟ هل عشان معهمش فلوس، ولا عشان مش حاسين بالقيمه بتاعتها؟ السبب الاكبر انهم مش حاسين بالقيمه بتاعتها قوي، نتيجه النهارده ظهور الترندز 2 وظهور منهجيات اخرى بقت يعني ريليتد بالواقع اكتر. البي ام بي من وجهه نظر الشخصيه المتواضعه اخر 3 سنين اصبحت بعيده كل البعد عن التجربه العمليه وعن الريل بروجكت انفايرمنت. تمام. هتقول لي طب ما انا بطبقها على فكره في شركتي، ما عنديش اي مشكله خالص تطبقها في شركتك. هل كل مشاريعك ناجحه مليون في بنسبه 100% ولا مش ناجحه بنسبه 100%؟ لو ناجحه بنسبه 100% والتراديشنال شغال معاك والبي ام بي فريم ورك شغال معاك، اهلا وسهلا. بس انا بتكلم على اغلب البروجكتس دلوقتي ما بقتش ينفع تمشي بالمنهجيه بحذافيرها بمنهجيه البي ام بي. طيب فلحد دلوقتي البي ام بي بيركزها اكتر على الووتر فول. مع ذلك مع تغير التكنولوجي والفاست بيس، الايقاع السريع جدا بتاع التكنولوجي، والمنافسه بقت اكبر واصعب ومور تشالنجينج زي الاول، احنا بقينا محتاجين ان احنا نتحرك بسرعه قوي، نتحرك بسرعه قوي، نغير بسرعه، نغير الفاليو اللي احنا عايزين نوصل لها. ولنا في كثير من الشركات يعني عبره وعظه، زي طبعا نوكيا وزي تويزر اس وزي توماس كوك، كل دول لم يتكيفوا سريعا على التغييرات اللي بتحصل في الماركت حواليهم، لم يدركوا وجود منافسين جداد بنسميهم ديسرابترز بيطلعوا في الماركت كده يسحبوا البساط من تحتك. هتقول لي لا، ما انا مش هينفع اتسحب من تحت البساط، انا راجل قديم جدا في الماركت وما يعني بقدم حاجات الناس كلها عايزينها. ممكن جدا يسحبوا البساط من تحتك. النهارده لو ما غيرتش تفكيرك هتنقرض، يعني هتنتهي زي ما نوكيا انتهت، وزي مش نوكيا انتهت، نوكيا موبايل، خلي بالك نوكيا شركه كبيره وعظيمه وناجحين جدا في الانفراستراكشر والنتورك، بس هم كموبايل هم دلوقتي مش موجودين في الماركت خالص، انتهوا. لو هنتكلم على توماس كوك، اكبر شركه سياحه في العالم واكبر شركه سفريات في العالم، انتهت، اعلنت افلاسها. اوكي. فاحنا النهارده بنتكلم انك انت لازم خلاص، التكنولوجي سريعه جدا. هتقولي بس انا بشتغل مهندس مدني وانا راجل كونستراكشن، يعني هي التكنولوجي مش داخله معاكم؟ يعني احنا بنعمل المحاضره دي تحت مظله البيم، بيم اريبيا، البيلدينج انفورميشن موديل، اللي هو سوفت وير مهم جدا جدا واصبح ليه دراسات، واصبح في ناس بتحضر فيه ماجستير ودكتوراه، وفي بوزيشنز مخصوصه بتبقى عايزه بيم انجينير او يعني حد بيفهم كويس جدا في البيم. فاحنا النهارده كل حاجه يا جماعه داخله في التكنولوجي. ليا واحد صديقي هو الاول على دفعه كليه هندسه عين شمس مدني سنه 2004، اسمه ايهاب الاجوري، انا معرفش يعني تسمعوا الاسم ده، هو دكتور ايهاب، ده راجل يعني محترم جدا جدا، ويعني مش قادر اقول لكم عبقري بمعنى الكلمه، بسم الله ما شاء الله عليه، الاول على هندسه عين شمس. يعني هو سافر كندا، عمل ماجستير ودكتوراه، وتخيلوا بيدرس ايه، بيدرس برمجه. قلت له انا عشان فاهم هو بيعمل دليل ان انا عارف الراجل ده عنده بعد النظر رهيب. قال يا هيثم خلاص كل حاجه هتبقى
بيزد على الاوتوميشن وبيزد على الارتفيشال انتليجنس الذكاء الاصطناعي والميكنه الاوتوميشن وطبعا السوفت وير تولز. يعني عايز اقول لكم ان هو شغال بيديفلوب سوفت وير بيعمل رسم وتصميمات للستيل ستراكشرز بشكل فيري انوفيتيف وشكل فيري مبتكر جدا ووفر للوقت بشكل رهيب. فالنهارده يعني اللي عايز اوصله ان خلاص كله دلوقتي بيتجه للتكنولوجي، التكنولوجي داخله في كل حاجه. فاحنا النهارده احنا مش في حمله ابدا ان احنا يكون عندنا بروجكت لايف سايكل او برودكت لايف سايكل كبيره من اول ما البرودكت يبقى فكره لحد ما يتنفذ ويطلع قدامي 6 شهور وسنه. لا يعني انا مش فاضي ورايا مشاريع تانية ورايا شغل تاني ورايا حاجات تانية. تمام. فالموضوع طبعا يعني مبقاش بالشكل ده. احنا النهاردة انت محتاج دايما تركز وتبص على الـ ROI. الـ ROI اللي هو ايه؟ الـ return on investment. تمام. اللي هو العائد من الاستثمار. انت النهاردة ما ينفعش تفضل بتشتغل سنة وسنتين وما حصلش عائد الاستثمار. طب انا اجيب عائد الاستثمار ازاي؟ عن طريق ان انا بديليفر اسرع، حتى لو مش هديليفر البروجكت كله اديليفر جزء من البروجكت، اديليفر حتة من البروجكت يتم استخدامها بالكاستمر بحيث ان انا اقدر اجنريت ريفينيو. هتقول لي وانا عارف يعني انا طبعا عدى عليا جميع الاسئله اللي تتخيلوها وانا عارف في ناس هتقول لي بس انا طبيعه شغل البروجكت بتاعي ما ينفعش ان انا ديليفر. انا عايز اقول لكم انا وانا بشتغل في اورنج بزنس سيرفيسز عندنا مثلا في السكيورتي سولوشنز لو احنا بنقدم سولوشن امني تمام، بمعنى ان انا عايز اعمل سكيورتي واعمل بروكسيز واعمل يعني سيرفرز عشان احمي شبكه معينه او احمي شبكه عند الكاستمر، انا ما بقدرش اعمل ده الا كله مره واحده، ما اعرفش تيست غير كله مره واحده تمام في الاخر. طيب هتقول لي طب انا كده ما اقدرش اشتغل اجايل؟ لا، ما احنا لو فهمنا بقى الاجايل ايه كقيم ومبادئ هنعرف ان هو قابل جدا للتطبيق حتى جوه البروجكتس اللي انا بشتغلها بيور ووترفول. ازاي اد او انجكت بعض من الاجايل كونسبتس هتفرق معاك جدا، وده اللي البيم بوك السيفنث اديشن بيتكلم عليه بشكل كبير قوي قوي قوي، ده اللي احنا هنعرفه لما نشوف الفرق ما بين السيكس والسيفنث. طيب فطبعا يعني البرودكت لايف سايكل دلوقتي بقت اقصر والريكويرمنتس بتاعه البرودكت والبروجكت بتتغير اوفر تايم معتمد على البروجرس بتاع البروجكت. والكونفنشنال بروجكت مانجمنت ابروتشز احنا عندنا ابروتشز كتيره زي ما قلنا البيم كانت معتمده على الووتر فول او طريقه الشلال. النهارده بقى عندنا البريدكتيف لايف سايكل، عندنا الادابتيف الكمنتال الايتريتيف، وده هنشرحه كمان. فالنهارده باختصار الطريقه الواحده التقليديه البريدكتيف الووتر فول ما بقتش تنفع النهارده مع كل البروجكت، وانا عايز اعمل دليل معرفي محترم شامل كامل يقدر اي حد شغال في اي بروجكت يستفيد منه. خلي بالك البيم بوك مش موجهه بس للمهندسين المدني او مش موجهه بس للكونستراكشن فيلد، البيم بوك موجهه لجميع البروفيشنالز اللي بيشتغلوا بروجكت مانجرز، فهم عشان كده يهمهم ان الحاجه دي يتم استخدامها بشكل واسع ومن جميع الناس شغالين في كل المجالات. عايز اتكلم على فوكا. لو بنقول بقى ليه احنا هنغير البيم بوك بشكل كبير او ليه البي ام اي عايزه تغير البيم بوك بشكل كبير والبيم بوك اللي قبل كده يعني لم يصبح مواكب قوي للتطورات الحادثه في البروجكت انفايرمنت، نقدر نلخص الكلام ده في 4 حروف. الفوكا في ستاند فور فولاتيليتي يعني متطاير، يو انسرتينتي يعني عدم التيقن او التاكد، سي كومبلكسيتي يعني التعقيد، ايه امبيجويتي يعني غموض. البيئه العمل اصبحت الاربعه دول، يعني ايه فولاتيليتي؟ انبريدكتبل اوت اوف كنترول تشينجز ديماند رياكتنج كويكلي. انت النهارده في المشاريع واي حد شغال بروجكت مانجر يقدر يفكر في القصه دي، كم مره ظهر unpredictable out of control change يعني ظهر لك change انت محتاج تعمله
غير متوقع وخارج عن نطاق تحكمك، اللي هو اللي احنا بنسميه بقى في الريسكات الانون انون. الانون انونز دلوقتي بقت كتيره جدا جدا يا جماعه. النون انونز اللي هي النون ريسكس، اللي هي الريسكات اللي انا توقعتها دي، قلت عن الريسكات الكتيره اللي انا ممكن ما اكونش متخيلها لو انا بشتغل في بيزنس انفايرمنت زي الفوكا، وده اللي بقى موجود دلوقتي في الواقع. فانا الكميه التغييرات الكتير اللي بتحصل دي، الاوت اوف كنترول تشينجز دي، محتاجه مني ان انا رياكت بشكل سريع. طب الانسرتينتي، الانفايرمنت نفسها بتديني معلومات ضئيله جدا وبتطلب مني ان انا اخد قرارات معقده. يعني انا النهارده بشتغل في مشروع، ممكن جدا كومبيتيتور يطلع يبيع برودكت زي اللي انا بعمله، بس يضيف عليه فيتشرز جديده، او يضيف عليه سمات مختلفه، او يضيف عليه اوبشنز مختلفه، ويبدا يبيع اكتر، وانا يعني عمال اخسر. فانا وانا ما اشتغلتش في الحاجه اللي هو بيشتغل فيها دي، او الفيتشرز الزياده اللي هو حاطها دي ما اشتغلتش فيها، فانا محتاج اتعلم ده بسرعه عشان اقدر ايه اكمبيت مع الماركت. زي بالظبط اللي حصل في نوكيا. النهارده نوكيا بتعمل موبايلز، وايفون بيعمل موبايل. ايفون عمل موبايل باديشنال فيتشرز زي التاتش سكرين والابلكيشنز. نوكيا ما عرفوش الموضوع ده، ما عنده يعني ما عملوش موبايلات زي كده قبل كده، فبالنسبه لهم دي اريا جديده. بدل ما نوكيا بقى تتعلم ويشتغلوا على نفسهم ويحاولوا يفهموا الاتجاه الجديد ده بالنسبه للكاستمرز اللي هو التاتش سكرين والسمارت فونز والابلكيشنز، عملوا ايه؟ استمروا على نفس النهج لحد ما فلسوا على طول، مفيش هزار. طيب الانفايرمنت از فيري دايناميك وذ ماني انترليتد فاكتور. الانفايرمنت النهارده دايناميك، دايناميك يعني حركيتها عاليه جدا جدا، سريعه الحركه. وطبعا في الكثير من الانترليتد فاكتور، العوامل المتشابكه في بعض. النهارده حضرتك يعني لو اشتريت اي عربيه جديده، هتلاقي العربيه دي فيها وحده تحكم اللي هي الكمبيوتر بتاع العربيه. الكمبيوتر بتاع العربيه ده عامل زي المخ بتاع الانسان بالظبط، هو اللي بيحدد لك كل حاجه، هو اللي بيكتشف اي مشكله، هو اللي بيقول لك على مواعيد الصيانات، هو اللي بيقول لك لو في مشكله معينه. جهاز الكمبيوتر ده ما كانش موجود في العربيات زمان. العربيات زمان كان عباره عن ميكانيكا فقط، ميكانيكا وهيكل، ويعني الموضوع ما فيهوش اي تكنولوجيا عاليه. النهارده العربيات قايمه على البرمجه والارتفيشال انتليجنس، قايمه على البرمجه، قايمه على البرمجه والارتفيشال انتليجنس، وحتى الاوتوميشن في العربيات اللي هي فيها اوتو باركينج واوتو بايلوت شغاله برضو، الاوتوميشن كله شغال مع بعض. فالنهارده العمليه اصبحت كثيره التعقيد وداخل فيها عوامل كثيره جدا. امبيجوتي، عدم وضوح ان الانفايرمنت مختلفه ما اشتغلتش فيها قبل كده. زي برضو الاكزامبل بتاع نوكيا، انا بالنسبه لي الفيتشرز اللي بيشتغل فيها الايفون دي بالنسبه لي مختلفه جديده ما اشتغلتش فيها قبل كده، بس انا محتاج اتعلمها. اوكي، زي برضو اللي حصل مع توماس كوك. شركه توماس كوك اللي فشلها انها ما قدرتش تواكب التطور الحاصل في التنقل عن طريق الانترنت، يعني او السفر عن طريق الانترنت. انت النهارده وانت قاعد بتخلص كل حاجتك، بتحجز طياره، اوتيل، عربيه، اماكن المزارات السياحيه نفسها بتحجزها وانت قاعد على بوكينج او على تريب ادفايزر. هم ما قدروش، توماس كوك ما قدروش انهم يواكبوا ده، لانه ما عندهمش، ما كانش برضه عندهم اكسبيرينس في الاونلاين زي مثلا booking.com، hotels.com، trip advisor، travelost، كل الشركات، كل المواقع دي ما كانش عندهم الخبره دي، ففشلوا بشكل كبير. ده سبب بقى رئيسي يا جماعه، الفوكا دي سبب رئيسي رئيسي النهارده، ان احنا محتاجين نغير طريقه تفكيرنا، محتاجين نغير الدليل المعرفي لاداره المشاريع. ده سبب رئيسي هم ليه بيغيروا او هيغيروا السيفنث اديشن بشكل كبير جدا جدا، المفروض بداية من يعني اخر 2020 او اول 21. طيب هل دلوقتي هتبقى كومبليتلي ديفرنت؟ يعني نفس السؤال، هل اللي خد بي ام بي قبل كده ما خلاص يعني يروح يرميها، يعني يرمي الشهادة يمتحن تاني؟ طيب البيمبوك السيفنث اديشن هتتغير جذريا في حاجه،
مبدئيا هتبقى معتمده ليس على البروسيس، مش هتبقى معتمده على البروسيس، هتبقى معتمده على البرنسبلز. يعني ايه؟ يعني البين بوك الجديده ما تتوقعش انها تبقى متقسمه بشكل يعني. طيب خلونا نشوف البين بوك القديمه كانت عامله ازاي. البين بوك القديمه عندنا الجايد تو ذا بروجكت مانجمنت بودي اوف نوليدج، هي متقسمه حاجتين، في الجايد وفي الستاندرد. الجايد كان فيها كل النوليدج ارياز، كان فيه في الاول اول ثلاثه تشابترز اللي هم الانترودكشن، البروجكت انفايرمنت والرولز اوف ذا بروجكت مانجر، وبعد كده بنخش في تشابتر 4 اللي هو الانتجريشن سكوب سكادول كوست وهكذا. وبعد كده كان في الستاندرد بتاع البروجكت مانجمنت اللي هو اصلا يعني انا كنت بشوفه ان هو ما فيهوش اضافه كبيره قوي عن اللي كان موجود هنا، لان اللي كان موجود هنا برده ما احنا برده تناولنا الانيشيشن والبلاننج والاكسكيوشن وكل الحاجات دي. بس هنا الستاندرد فور بروجكت مانجمنت كان بقى بيغطي بشكل يعني فوكست اكتر على البروسيس جروبس، initiation planning execution and c monitoring and controlling والclosing. ودي اللي احنا بنسميها البروجكت مانجمنت لايف سايكل، دي اللي هي البروجكت مانجمنت لايف سايكل، البروسيس جروبس ودي النوليدج اريز. تمام. طيب النوليدج اريز طبعا اللي هي بتبتدي بالانتجريشن سكوب schedule cost quality resources وهكذا. ايه اللي اتغير؟ تعال نشوف ايه اللي اتغير هنا. مبدئيا هم كانوا دايما بيبداوا بالجايد وبعد كده الستاندرد، هم بداوا بالستاندرد. طب الستاندرد في ايه؟ الستاندرد في انترودكشن طبيعي جدا. بعد الانترودكشن ما دخلش بقى على النوليدج ارياز او ما دخلش على البروسيس جروبس، دخل على ايه؟ قال لك احنا عندنا مبادئ، احنا مش بنبني العلم ده على البروسيس، احنا بنينه على مبادئ. اول مبدا الستيوردشيب، اول مبدا الستيوردشيب. يعني ايه الستيوردشيب؟ الستيوردشيب يعني تقدر تقول الستيوردشيب هو خاصيه من خصائص السيرفنت ليدر. السيرفنت ليدر يعني ايه سيرفنت ليدر؟ طبعا ده الليدرشيب ستايل اللي احنا محتاجينها جدا جدا تكون موجوده دلوقتي في البروجكت مانجرز، في البروجكت مانجرز، ان احنا محتاجين بروجكت مانجرز القائد الخادم اللي هو مش بس بيفكر في ازاي امر وادايركت واتحكم في التيم وازاي افضل مسيطر عليهم، في حين ازاي امباور الناس، ازاي اديهم يعني توليرنس، سماحيه وقبول انهم يجربوا حاجات جديده، ياخدوا مخاطر محسوبه عشان يتعلموا ويعمل يحصل لهم ديفلوبمنت، وازاي اقدر اطور من بيئه العمل واوفر بيئه عمل فعلا مريحه للناس. دي جزء استيوردشيب. هنركز على التيم في البرنسبلز، هنركز على اصحاب المصلحه، هنركز جدا على الفاليو، القيمه، الاوتكم، مش الديليفربل. انت ممكن تديني ديليفربل كان من 3 شهور ليه قيمه، النهارده لم يصبح له قيمه عندي بسبب الفوكا، بسبب تغير في بيئه العمل حصل او تغير في البروجكت او في ديسربتور، كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها في الفوكا. الهولستيك ثينكينج يعني ايه هولستيك يا جماعه؟ يعني الشامل الكامل الكلي، النظره الشامله الكامله، التفكير الكلي. انت بتبص للمشروع، هنا كنا بنبص للمشروع حتت وبعد كده البازلز دي بتتجمع في الاخر جوه الانتجريشن. الانتجريشن هو اللي بيربط لك كل حاجه ببعض. انت هنا بقى تبدا انتجريشن من الاول، انت من الاول باصص للدنيا من فوق، هليكوبتر فيو، باصص لكل حاجة ومربط الدنيا كلها مع بعض زي اللي بيعمله البيم كده. البيم برضو بيبص للدنيا من فوق، بيربطها مع بعض، وبتقدر تخش معاه وتدايف معاه مور ديتيلز على كل اريا هو بيشتغل عليها. عندنا الليدرشيب، وده اللي احنا اتكلمنا عن ده، جزء من الستيوردشيب.
الليدرشيب، بنركز على الليدرشيب. بنركز على التيلورينج دي يا جماعه في غايه الاهميه، في غايه الاهميه. التيلورينج يعني امتى اشتغل ووتر فول وامتى اشتغل اجايل، اللي هي الطريقه الايتريتيف التكراريه، اللي هي المراحل الصغيره اللي كل مرحله بطلع جزء من البرودكت واجيب فيدباك واتعلم واكمل. هو ده باختصار الاجايل لايف سايكل. فامتى اشتغل ووتر فول، امتى اشتغل اجايل، وامتى يتم الدمج ما بينهم. ودي الحاجه اللي البيمبوك مركز عليها في السيفنث اديشن، كيفيه التيلرنج وكيفيه دمج الطرق المختلفه معايا في البراكتس نفسه. ان انا مش لازم اشتغل بطريقه واحده طول البروجكت، انا ممكن انوع واشتغل باكثر من طريقه. طبعا one of the principles الكواليتي، one of the principles طبعا الكواليتي ان انا ادي الكاستمر هو عايزه بالظبط. الكومبلكسيتي ان انا عندي كومبلكسيتي كبيره جدا، وده جزء بقى من الفوكا زي ما اتكلمنا عنه. طبيعه بيئه العمل اصبحت معقده، فانا لازم اخدم الحته دي كويس جدا. وانا بديليفر اي بروجكت في كومبلكسيتي، في درجه تعقيد. وبرضو اركز على الاوبورتيونيتيز والثريتس، تمام، اللي هي ريسكات. ده احد مبادئ البروجكت ديليفري. اركز على الادابتابيليتي والريزيلينس. الادابتابيليتي والريزيلينس يعني ايه؟ ادابتابيليتي قدرتي على التكيف بشكل كبير جدا، والريزيلينس يعني الفليكسيبيليتي او المرونه. اهي دي بقى يا جماعه 100% اجايل. اهو ده مبدا. يعني عايز اقول لكم في وسط كل دول الاجايل، نقدر نقول في وسط البرنسبلز دي كلها كام واحده فيهم اجايل؟ يعتبر اجايل قوي يعني. الستيوردشيب، التيم والستيك هولدرز عادي طبعا كان موجود في التراديشنال. التركيز على الفاليو، النظره الجمعيه او الكليه، ودي موجوده في الانتجريشن برضه. التيلورينج ده فيري اجايل، الكومبلكسيتي فيري اجايل، الادابتابيليتي ريزيلينس فيري اجايل. اخر حاجه تشينج مانجمنت، ان انا هغير من طريقه ادارتي للتغييرات. فاكرين يا جماعه في البيم بوك كان عندنا البيم بوك السكت اديشن كان عندنا بروسيس كامله اسمها بيرفورم انتجريتد تشينج كنترول. وكنا بنتكلم ان البروسيس بتاعت التشينجز ليها بروسيسز معينه. لما بيجي لي بعمل 1 2 3 4 وبعمل حاجه اسمها سي سي بي او سي اي بي اللي هو تشينج كنترول بورد او تشينج ادفايزري بورد، بنقعد مع بعض وبنقرر هننفذ التغيير ده ولا لا، وبنشوف الامباكت بتاعه. القصه دي كلها ممكن تاخد لها مثلا اسبوع. وانا عندي لما كنت بشتغل بالشكل التراديشنال كان ممكن تغييرات يتم الموافقه عليها بعد اسبوع. واحيانا كان بيحصل من الكاستمر بعد اسبوع يقول لك خلاص انا مش عايزه. فاحنا النهارده ازاي هنقدر نمانج التشينجز؟ طريقه اداره التغيير هتختلف ايضا في الاديشن الجديد، عشان تبقى مور دايناميك، تبقى دايناميك واسرع في الرد او يعني الاستجابه للتغييرات. طيب ده بالنسبه للستاندرد. بالنسبه للجايد، احنا عندنا الجايد معتمده على دومينز، بعض الدومينز، تمام، او بعض المناطق. زي ايه؟ التيم، الستيك هولدر، اللايف سايكل، البلاننج، نافيجيتنج انسرتينتيز اند امبيجوتي، دي فيري اجايل، بتتفق جدا مع الاجايل مايند سيت. الدليفري، البرفورمانس، البروجكت وورك، وطبعا عندنا جزء تيلرنج، واخر حاجه طبعا المودلز والميثودز والطرق والارتيفاكتس وهكذا. طبعا البيم بوك الاصدار السابع لم يتم اطلاقه، فانا ما اقدرش اقول لكم يعني هو هنا ايه الفرق في الكونتنت او المحتوى بين مثلا ستيك هولدر هنا والستيك هولدر. هو انا اللي فاهمه الستيك هولدر هنا هيبقى من منظور يعني الدومين نفسه، او من منظور الاريا اللي احنا موجودين فيها جوه البروجكت. ما هي طبيعه الستيك هولدرز، او ما هي يعني متطلبات الستيك هولدرز، كيفيه السيتنج الاكسبكتيشنز مع الستيك هولدرز واخره. هنا البروجكت ديليفري برنسبل، هنا هو بيتكلم بقى على اهميه وجود الستيك هولدرز واهميه الساتسفاكشن بتاعه الستيك هولدرز.
طبعا انا بقول الكلام ده من وجهة نظري، الله اعلم بقى لما المحتوى ينزل هنشوف بقى هو المقصود هنا ايه بالظبط في الحاجات اللي هي شبه بعض زي التيم والستيك هولدرز. ده السيفنث اديشن، وده الحاجات الرئيسيه اللي هتتغير. زي ما انتم شايفين التغيير جذري، وبأعيد اكرر يعني هذه العباره التغيير جذري. طيب الكلين بوك 7th اديشن will be based on principles rather than processes. principles اكتر من البروسيسز، وكمان في توقعات انها تبقى اقصر واصغر كماده علميه وكمحتوى من الاديشن الموجود حاليا. اوكي كنت قلت لكم على البريدكتيف لايف سايكل والادابتيف انكريمنتال ايتريتيف. بالنسبه للناس اللي عماله تسالني يعني ايه اجايل، احنا مش فاهمين، طب هو هيتغير في ايه، احنا كنا بنشتغل ازاي؟ بص يا شباب، الووتر فول او الطريقه التقليديه اللي احنا شغالين فيها في البين بوك من زمان هي طريقه البريدكتيف لايف سايكل او دوره الحياه التنبؤيه. ان انا بجذر ريكويرمنتس بالكامل، بعد كده اتنبا مع الكاستمر انا ممكن اديليفر امتى واديليفر بكام وايه الكواليتي اللي هو عايزها. بمجرد ما الكاستمر يقول لي يديني اشاره البدء، ابدا انا في التنفيذ واشتغل بشكل قوي جدا، واصرف بقى ريسورسز واصرف فلوس كتيره لحد ما اوصل للي الكاستمر عايزه في الاخر. ولما اوصل الكاستمر عايزه في الاخر، الكاستمر يجي معايا ياخد بقى يعمل بقى اكسبتنس تيست، او يعمل يعني هاند اوفر، نسلمه بقى الحاجات اللي احنا خلصناها دي، يكتشف ان الحاجات اللي احنا عملناها دي مختلفه تماما على الحاجه اللي هو طلبها، لان مفيش انجيجمنت. حتى ايفن لو في مايلستونز، المايلستونز فتراتها بتبقى متباعده، فبالتالي ما بيحصلش الانجيجمنت المطلوب، وما بيحصلش الـ يعني ال الساتسفاكشن اللي انا عايزه او اللي انا عايز اوصله. اوكي طيب، فالووتر فول بنمشي بروسيس بيزد، بنمشي فيزز. عندي فيز الريكويرمنت، فيز الديزاين، فيز الديفلوبمنت، فيز التستنج، فيز الديبلويمنت. طبعا الفيز دي بتختلف من بروجكت لبروجكت، مفيش مشكله خالص. الاجايل بقى قال لك ايه؟ قال لك الفيزز دي كلها انا هعملها خلال فترات زمنيه قصيره، هتسمى السبرنتس او الايتريشن. السبرنتس لو انا بشتغل باطار عمل اسمه سكرام، والايتريشنز لو انا بشتغل اجايل عادي خالص هنسميها ايتريشن. عشان كده سميت ادابتيف انكريمنتال ايتريتيف. يعني ايه ادابتيف؟ يعني انا لما بشتغل المرحله دي واطلع جزء صغير من المرحله دي لا تتعدى من اسبوعين لاربعه. باخد هنا فيدباك، الكاستمر بيكون موجود، كل البيزنس ستيك هولدرز بيكونوا موجودوا، يوافقوا على اللي انا عملته ويدوني الاوكي وابتدي اكمل، او ما يدونيش الاوكي او يغيروا في حاجه ابتدي اكمل في الجزء اللي بعديه بالتغييرات الجديده اللي هم عايزينها في المنتج اللي انا لسه هبدا فيه. فكل قبل او قبل كل مرحله من دول انا بحدد انا والتيم اهدافنا في المرحلة الجاية. طبعا بيزد على اولويات الكاستمر. ما انا خلي بالك، انا طالما مش هديله كل حاجة مرة واحدة، انا محتاج اديله الحاجات اللي هتبرينج فاليو، هتديله فاليو اكتر اسرع بشكل اسرع. فانا ببدأ بالحاجات اكثر حاجات مهمة جدا ببدأ بيها، بعد كده الحاجات الاقل اهمية وهكذا. عشان لو انا في الاخر اتزنقت في الوقت والفلوس خلاص، يبقى انا عامل low priority features ممكن استغنى عنها. طيب كان في المهندس صهيبي كان بيسال على الكوست، كان بيسال على الكوست ازاي احدد الكوست. طبعا في الووتر فول معروفه بحدد الكوست ازاي، بجمع ريكويرمنت وابتدي اقول له والله الحاجه دي هتكلفك قد كده. وفي الاول خالص عندنا حاجه اسمها راف اوردر اوف ماجنيتيودز بيزد على الهيستوريكال انفورميشن او بيزد على الاكسبيرينس. يعني لو انا البروجكت ده عملته قبل كده، انا بقول والله البروجكت ده هيتكلف 1,000,000 جنيه، لان عملت واحد شبهه قبل كده ب1,000,000 جنيه. طيب درجة دقة الطريقة دي قد ايه؟ بتكون من ماينس 25 لبلس 75، يعني سوري لبلس 75. يعني البروجكت ده ممكن يخلص اقل 25% او زيادة 75%. طب ازاي الكلام ده؟ والله روح اسال البين بوك بقى، البين بوك هم اللي قالوا كده، وده واقعي، انا بشوفه واقعي. لان يعني انت وانت لسه ما بداتش اي حاجه خالص في مرحله الريكويرمنت جاذرنج،
يعني انت عندك كميه انسرتينتيز وكميه غموض رهيب. ما انت مش بتدق الودع او مش بتضرب الودع، انت تعرفش، انت مش دجال، انت مش هتعرف ايه المخاطر اللي احنا ممكن نواجهها. واحنا في بيئه العمل الموجوده دلوقتي معرضين لمخاطر رهيبه. بس فعشان كده احنا يعني عندنا مش بنقدر طبعا ان احنا نخوض القصه دي، قصه ان انا احدد بالظبط انا هخلص في قد ايه وهعمل قد ايه. فاحنا بنعتمد على الهيستوريكال انفورميشن او على الاكسبرت جادجمنت خصوصا في الاول. ولما بنخش في البروجكت بشكل اكبر بيبتدي يحصل البروجريسيف الابوريشن اللي احنا خدناه في البي ام بي قبل كده كتير، ويبتدي تظهر معلومات اكتر، تظهر داتا اكتر، ابدا احدد فعلا انا اخلص في البادجت دي ولا محتاج بادجت اكتر ولا ايه الحكايه او ايه الموضوع. طيب مهندس مصطفى بيسال على المده الزمنيه، الوقت من ذهب. متفق معاك يا باشمهندس، الوقت بيتم التعامل معاه بنفس الكيفيه. خلي بالك يعني تايم از موني، تايم از موني، في الاخر الوقت بيترجم لفلوس. ف يعني انا عايز اسالكم سؤال، يعني لو كام واحد خلص مشروعه التقليدي اللي اشتغله بشكل تقليدي في الخمس سنين اللي فاتوا، خلصوا في الوقت والميعاد بالظبط بشكل عظيم؟ ممكن يكون في ناس عملوا كده، بس النسبه قد ايه؟ يعني هو حتى في دراسه اتعملت قال لك اكتر من 80% من المشاريع بتفشل انها تحقق تميت الديدلاين بتاعها. طب ده نتيجه ايه؟ ما هو يا جماعه نتيجه ان احنا الدنيا اتغيرت من حوالينا وما اتغيرناش. يعني الدنيا اتغيرت من حوالينا واحنا ما يعني ما فيش، احنا بنفكر بنفس الكيفيه وبنفس الطريقه. تمام؟ يعني هو ده سبب ان احنا بقى عايزين نغير الفكر من الطريقه التقليديه لطريقه مختلفه، طريقه اكثر ديناميكيه. طيب هتقولي انا البروجكت بتاعي من الاخر ما ينفعش اعمله كده، اعمل ازاي؟ اعمله ازاي؟ طرق كتيره قوي قوي. في حاجه اسمها التيلورينج. يعني في احد ان شاء الله ورش العمل اللي انا شغال عليه الفتره الحاليه هو اجايل بروجكت مانجمنت، وهو بيتكلم على ازاي تيلور يور براكتس حتى ايفن جوه المشاريع الووتر فول او المشاريع التقليديه. ازاي تستفيد من المفاهيم الاجايل في الديناميكيه والانجيجمنت والتفاعل مع الناس والتركيز على الفاليو يعني التشيكس الكتيره اللي بتحصل وحته التكيف، ازاي تستفيد من ده جوه مشاريع ووتر فول. فدي حته برضو مهمه جدا، دي ممكن نسرد لها ويبينار اخر لان دي ممكن تاخد لوحدها ساعتين يعني. طيب فهو في الاخر احنا عندنا الووتر فول، احنا بنغير بقى البراكتس بتاعنا من ووتر فول لاجايل. هل معنى كده ان الووتر فول هيترمي؟ في مشاريع لازم اشتغل فيها ووتر فول، ما ينفعش اشتغل فيها اجايل بالشكل ده. بس اي مشروع في الدنيا حتى لو ووتر فول انا ممكن انجكت فيه اجايل كونسبتس، انجكت فيه اجايل كونسبت، زي ان انا مثلا اعزز اكتر من فكره السيرفنت ليدرشيب، الستيورد شيب اللي انا كلمتكم عنها، حته ان الناس تبقى مور ادابتيف، حته ان احنا يبقى عندنا فريكوينت فيريفيكيشنز، كل فتره نقف ونراجع ونشوف احنا عملنا ايه، احنا كده كويسين، نغير ايه. حته فكره الكونتينوس امبروفمنت والامبروفمنت اكشنز فكره كويسه جدا. فكره الكانبن بورد، استخدام الكانبن بورد والبروسيس بورد، ان انا النهارده عندي الشغل ده هبتدي اسحب الايتمز اللي انا اقدر اشتغل فيها احطها ان بروجريس، ولما اخلصها احطها كومبليتد. كل الحاجات دي وارد جدا جدا استخدمها في اي بروجكت. طيب مهندس احمد الغادي بيسال سؤال حلو. As we know any project is unique project، اي مشروع هو مشروع مميز وفريد. Can we make models from lessons learned؟ يعني ممكن نستفيد من الدروس المستفاده مع الاجايل، مع استخدام الاجايل كونسبت، عشان اتجنب الفوكا على قد ما اقدر؟ السؤال ده حلو قوي، وانا بعد اذنك يا باشمهندس احمد انا السؤال ده هاخده كده وهسيبه لكم في الاخر، انتوا اللي هتجاوبوا عليه مش انا. خلاص، عشان هو سؤال ممكن ايه نتناقش فيه شويه. طيب ازاي بقى الاجايل يعني هاو اجايل از ذا نيو بيمبوك؟ ازاي النيو بيمبوك ديناميكيه قوي واجايل؟ لا لسه متكلمين على الموضوع ده انها بقت برنسبل بيزد مش اسس بيزد. تمام،
والبيمبوك نوليدج اريز ما بقتش موجوده في السيفنث اديشن، اختلفت، تم استبدالها بحاجات تانية، تم استبدالها بمبادئ، تم استبدالها بمبادئ خلاص تم قبولها وتم العمل بيها في اداره المشاريع. طبعا البريفيوس بيمبوك والحالي، الحالي والسابق كانوا بيركزوا على الديليفربلز، دلوقتي البروجكت بقت بتتطور جدا فبقينا نركز على الاوتكم، الفاليو اللي طالعه، مش مهم الديليفربل، انا طالب الحاجه الفلانيه دي، طب الحاجه الفلانيه دي هتحقق فاليو، ايه الاوتكم بتاعها، ايه الامباكت بتاعها على الساتسفاكشن بتاع الكاستمر والفاليو بتاع الكاستمر، فدي برضو مهمه جدا جدا جدا. طيب اخر حاجه خالص قبل ما ابدا اخد اسئلتكم، do we take the sixth edition exam او ال PMP sixth edition ولا نستنى الاكزام الجديد؟ السؤال ده انا بتسأله كتير قوي، والسؤال ده اجابته لما بجاوب الاجابه في ناس كتير اصدقائي واعزاء عليا يعني في المجال، سواء مدربين او مستشارين او غيره، بيتضايقوا، مش بيتضايقوا، بيختلفوا معايا في الاجابه، وطبعا الاختلاف لا يفسد الود قضيه، وفي ناس ساعات يعني بيتضايقوا شويه. بصوا يا جماعه، لو انا كمهندس هيثم، لو انا النهارده في هذه الظروف وقدامي فرصة ان انا امتحن الـ PMP الحالية اللي موجودة الـ 6th edition اللي مهروسة واللي معمول لها بقى كمية مراجع ومعمول لها كمية ماتيريال واسئلة وموك اكزامز ونسبة نجاحي فيها كبيرة جدا، اعملها دلوقتي ولا استنى الـ editions الجديدة اللي نسبة نجاحي فيها اكيد هتقل لانها لسه جديدة واخد فيها وقت اكتر وبل ما اقدر استوعبها وافهمها وحل عليها اسئلة كويسة؟ بالنسبه لي انا من وجهه نظر الشخصيه في حاجتين، لو انت من الناس، وانت لازم تكون صادق مع نفسك في الحته دي، لو انت من الناس اللي بيحبوا يجمعوا شهادات وياخدوا شهادات وخلاص ومش مهم بالنسبه له البراكتس، فيعني في الحاله دي ما اقدرش اقول لك خلاص، يعني انت بتلم شهادات، انت مش مهتم قوي بالبراكتس، مش مهتم قوي بالناحيه العمليه، هو ده الابروتش بتاعك، فخلاص اوكي ممكن تاخد البي ام بي. لو في حد مهتم جدا بالناحيه العمليه ومهتم جدا ان العلم ده يفيده فعلا والنولج دي تفيده بجد ويستفيد منها، انا بقول له الموضوع بالظبط زي ما انت هتجيب عربيه النهارده شهر 11، انت هتجيب عربيه هتتغير كومبليتلي اول السنه وهينزل منها موديل احدث باوبشنز احدث بفاليوز، هيقدم لك فاليو احدث وبنفس السعر، مش هتختلف، هتشتري العربيه ولا هتستنيها؟ تمام، زي ما قلت لكم في ناس ممكن يكونوا ضدي جدا في الكلام ده، وانا باكن لهم على راسي من فوق، باكن لهم جميع الود والاحترام خلاص، بس انا شخصيا انا بوصل لك كده. طب انت هتقول لي طب انا هاخد البي ام بي الحاليه امتحنها عشان سهله او يعني خلاص ميتها معروفه، معروف اخرها ايه، واول ما البيمبوك الجديد تنزل هذاكرها كويس جدا وممكن اخد كمان فيها كورس عشان افهمها. لو انت هتعمل كده هرفع لك القبعة وشابوه، بس تكون صادق مع نفسك وعارف ان انت هتعمل كده، انما انت عايز تقلب شهادة وتحطها في السي في وما تطلعش على الجديد، اسمح لي النولج اللي عندك دي مش هتأكلك عيش، لن تساوي شيء، انما لو انت عايز تاخدها وتاخد البي ام بي دلوقتي وتطورها وتذاكر وتقرا اللي جاي ان شاء الله لما الاديشن الجديدة تنزل وتطلع وتفهم، هقول لك شابوه انت كده تمام. فدي اجابتي على يعني نمتحن دلوقتي ولا نمتحن قدام. طيب انا يعني انا خلصت، يعني ارجو ان انا اكون يعني وصلت الكونسبت بشكل كويس، احنا ليه بنغير في 7th اديشن الجديده وليه التغيير ده مهم جدا، وان شاء الله باذن الله يعني ممكن جدا نبقى نعمل ان شاء الله ويبينارز بعد كده يعني في مواضيع مختلفه باذن الله. طيب
ممكن ابدا اخد اسئله. يا جماعه اللي عايز يسال سؤال يتفضل يرفع ايده، اللي عايز يسال سؤال يرفع ايده. جزاكم الله كل خير يا استاذنا فاضل. الله يخليك، الله يخليك. انا اي حد عايز يفتح المايك ويسال مباشره. حد عنده اسئله؟ طيب هو استاذنك مهندس عمر، استاذنك كان في سؤال. طيب يعني خلوني انا ابدا بالسؤال ده اللي هو السؤال بتاع مهندس احمد الغادي، تمام، او احمد الجادي. مهندس احمد بيقول طب انا ممكن بما ان كل بروجكت يونيك وكل بروجكت هو يعني مميز وفريد عن اي بروجكت تاني، طب انا استفيد بقى بكل الدروس المستفادة قبل كده واحاول ان انا اخد كل الاجراءات، مع طبعا وجود الاجايل كونسبت وطريقة الاجايل في الشغل والعقلية، ان انا اقلل وافويد افويد اتجنب حدوث الفوكا، اتجنب حدوث الفوكا على قد ما اقدر. السؤال هنا بقى، هل انا ممكن اعمل كده بالفعل؟ وده سؤال ليكم، انا عايز اسالكم السؤال ده عشان برضو اعرف انتوا وصلتوا معايا في النوليدج لفين. هل ينفع اعمل الموضوع ده؟ طيب مهندس اسامه بيقول لا، انا مستحيل اعرف افويد الفوكا. طيب حد تاني يجاوب على السؤال ده. ميسون بتقول ايوه انا ممكن اتجنب الفوكا. ايه رايكم يا شباب؟ هل ممكن اتجنب التغييرات الرهيبه اللي بتحصل في الدنيا حواليا، هي الفوكا اللي احنا شرحناه؟ طيب مهندس احمد يونس بيقول لا، احب اضم صوتي لمهندس اسامه ومهندس احمد يونس. مستحيل 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 تقدر تتنبأ بالفوكا وتقدر تتنبأ باللي هيحصل. احنا اصلا بيقول الفولاتايل في الفوكا يعني unpredictable changes، حاجه لن تستطيع التنبؤ بيها نهائي. طب ممكن تتنبأ بجزء بسيط، يعني دي هتبقى عباره عن ريسكات موجوده وانت بتحاول تتعامل مع الريسكات دي وتاخد تعمل ريسك ريسبونس بلان. انما لو بنتكلم على فوكا انت صعب جدا جدا انك انت تتجنبها بشكل 100% خالص. طيب تمام، يعني مهندس احمد يقصد ان انا اتجنبها على قدر الامكان. اهي على قدر الامكان دي انت مش هتعرف تعملها، يعني على قدر الامكان دي اقصى حاجه ممكن تتجنبها بيها 10 20%، فاهمني؟ انك انت تتجنب نسبه اكبر من كده ده موضوع صعب جدا دلوقتي، صعب جدا دلوقتي في الظروف اللي احنا عايشين فيها. طيب ممكن نبدا ناخد اسئله. انا شايف مهندس عادل توفيق رفع ايده وهو انميوتد. السلام عليكم. اهلا وسهلا، اتفضل يا باشمهندس. معاك المهندس عادل توفيق، رئيس قطاع في شركه المقاولين العرب في مصر. اهلا وسهلا. الاول بنشكر حضرتك يعني على المحاضره القيمه دي والمعلومات الغزيره والتمكن وطريقه العرض الشيقه الجذابه اللي حضرتك عرضت بيها المعلومات. اشكرك يا باشمهندس. شكر جزيل جدا ومع التقدير يعني. لكن ليا راي في موضوع ان انا يعني هل اتعلم البنبوك قبل اللي هو 6 اديشن وضروري تعلمه له، ولا اتعلم ال 7 اديشن وخلاص واسيب انا في من وجهه نظري المتواضعه ان موضوع المانجمنت نوليدج دي موضوع اكيوميليتيف، يعني المعلومات دي متراكمه على بعضها، يعني انا لو ما عرفتش الاساس بتاعها مش هقدر اخد الايه الجديد بدون ايه معرفه القديم. حضرتك في بدايه المحاضره رجعت لبيتر دراكر ورجعت لستيفن هاوكينج ورجعت حتى لارسطو فيما قبل الميلاد، وبنرجع لستيفن كوفي في حاجات كتير. فالعلم يعني ايه اكيموليتيف او متراكب على بعضه. فانا اما اتعلم السكس اديشن وان شاء الله حتى وامتحن فيه عادي واكمل في السجن هبقى ليا اساس وليا جذور، مش هبقى واحد بيسوق عربيه اوتوماتيك اول ما اتعلم ومش عارف المانوال دي بتمشي ازاي يعني، او مش فاهم يعني ايه ميكانيزم العربيه نفسه. فلا ده انا لازم ايه اتعلم العلم ده من اساسه، يعني ما فيش مانع. انا لحد دلوقتي بنزل كتب بيتر دراكر وبقرا فيها،
على الرغم ان هي بقت طبعا اولد فيشن، بس هي بتاسس يعني، هو الراجل عمل اساس لعلم الاداره لما هو حلل السياسات بتاعت ايه شركه تقريبا جنرال موتورز. تمام. وعلى سبيل المثال برضو كايزن وغيره، يعني كل الناس دي اما نقرا لهم لا مش عيب ان انا اقرا القديم عشان ابقى ليا جذور واكمل. مش عارف بقى دي وجهه نظري الشخصيه، مش عارف بقى راي حضرتك. انا لا يعني متفق معاك، ومتفق معاك يا باشمهندس مليون في الميه، ويمكن ده اللي انا قلته. انا بالنسبه لي البيرفكت يعني سيتويشن ان شخص هيمتحن ويذاكر السيكس اديشن وهيطلع على الجديد، فده بالنسبه لي ده البيرفكت، يعني دي احسن حاجه انك انت تمتحن. عايز تمتحن دلوقتي تستغل الفرصه امتحن، بس ارجوك يعني ما مش خلاص امتحنت بقى خلاص اقفل الكتب بالظبط، لازم تكون مطلع على الجديد. اللي بيفرق ما بين شخص وشخص تاني هو حجم الاطلاع وحجم التعلم اللي هو بيتعلمه. الخبره مهمه جدا اكيد، انا بتعلم الخبره، بس في علم موجود انا محتاج اطلع عليه عشان اقدر ان انا يعني خبرتي دي تفيدني بشكل حقيقي وبشكل فعال جوه الشغل والشركه اللي انا شغال فيها. فبشكرك جدا يا باشمهندس عادل، ومتفق معاك طبعا مليون في الميه، ويا رب دايما موفق باذن الله. شكرا جزيلا يا فندم، وبنشكرك مره تانية على وقتك وعلى مجهودك وعلى المحاضره القيمه جدا. اشكرك جدا يا باشمهندس. شكرا. اتفضل. طيب مهندس، ماشي اتفضل يا باشمهندس. ماشي معانا مهندس احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيك العافيه باشمهندس هيثم على المحاضره الرائعه جدا، يعني عملت مقارنه بين الماضي والمستقبل لمجالنا. الله يجزيك الخير، استفدنا منها كثير. الله يخليك. الله يسلمك يا سيدي. في نقطه كانت يعني كثير كويسه، ان واحد هلا صار عنده شغل يشوف ايش راح يطلع في الاديشن الجديده، نشوف هالافكار هاي اللي هي موجوده في بعض الاحيان ببعض بيبرز ببعض كتب، شلون راح يربطوها مع بعضهم بستاندرد واحد مثل ما احنا انت تفضلت. هاي يعني تشوق لنا. بالناحيه الثانيه يعني انا بشوف هلا انه كهندسه مدنيه او قطاع انشاءات، يعني هلا انا فخور انه نحن عاملين شيء او وصلانين الى حد ما الى شيء قبل حتى ما تطلع هاي الاديشن. يعني انت بتعرف نحن باول التسعينات لما كانت الاجايل طالعه من الاي تي، كنا نحن بنفس الوقت اللي سبقونا كانوا عم يشتغلوا على اللين كونستراكشن. واللين كونستراكشن نحن في البروسيس اللي مختصه في الديزاين، يعني اللين كونستراكشن ان ديزاين هي اجايل 100%، يعني هي معمل لها بنش ماركينج ومعمل لها بيست براكتس، كل الادوات والتولز الماخوذه او اللي كانت امبلمنتد اجايل تمام. بيستخدموا الكانبان بورد وبيستخدموا اللاست بلانر سيستم وكل بالضبط. هاي هي الفكره اللي كنت رح نضيفها، انه نحن في الكونستراكشن الى حد ما هلا نقدر نقول انه نحن فخورين انه يعني سبقنا شوي البي ام اي بهاي الناحيه، ونحن عملنا امبلمنتيشن لهالموضوع بقطاع الانشاءات عنا. بس رح نشوف يعني مثل ما قلت لك ما في رابط، ما في هيك بادي اوف نولج الى الان موجود، فقط عباره عن تولز، عباره عن 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 بيبرز عم تطلع، عن عن كيس ستاديز بس. يعني هلا واحد بينتظر لديسمبر ليشوف شو راح يعني طبعا. ان شاء الله باذن الله باذن الله. اشكرك جدا مهندس احمد، ويعني الله المستعان، يعني ان شاء الله الدنيا تبقى يعني تبقى فعلا على حجم التوقعات، او يعني نبقى فعلا الاديشن الجديد يبقى ليه قيمه. انا برضو عايز ازود حته هنا، اللين كونستراكشن مانجمنت. اللين كونستراكشن مانجمنت من العقليات والمنهجيات اللي بقت بيتم برضو يعني تطبيقها على نطاق كبير جدا جدا في مدن كتيره. يمكن الدول العربيه اكتر دوله متفوقه في الحته دي قطر، يعني هي بتطبق لين كونستراكشن مانجمنت في جميع المشاريع الحكوميه. نتمنى يعني واتمنى ان شاء الله الموضوع ده ينتشر اكتر في يعني دول الخليج وفي مصر هنا وفي الدول العربيه جميعا، لان قطاع الانشاءات والتشييد محتاج ان هو يتغير، محتاج ان احنا نغير طريقه الشغل بتاعتنا، سواء بقى نشتغل لين كونستراكشن، سواء هنشتغل بقى هايبريد موديل اجايل على ووتر فول، يعني ايا كان، بس هو احنا لازم يعني نغير من طريقه شغلنا بسبب المشاكل اللي بنشوفها بشكل كبير جدا جدا في قطاع الانشاءات وفي المشاريع اللي موجوده فيه.
طيب كان مهندس عبد الفتاح حبيب بيسأل عايزين نعرف ايه الفرق ما بين البي ام اي اي سي بي والدي اي سيرتيفيكتس. طيب يعني انا عشان اجاوب على السؤال ده، السؤال ده محتاج شويه شرح، بس خليني باختصار كده اقول لكم ايه الدي ال اي. الدي اي سيرتيفيكتس، الدي اي اللي هي ديسيبلين اجايل. ديسيبلين اجايل دي كانت شركه لوحدها خالص، اورجانيزيشن لوحدها خالص، بي ام اي اشترت الاورجانيزيشن دي، فبقت بي ام اي عندها شهاده اسمها في الاجايل اسمها البي ام اي اي سي بي، وهم اشتروا بقى الدي اي، فكل السيرتيفيكتس بتاعه الدي اي دي هي ديسيبلين اجايل بقت خلاص معاهم. فهم عملوا ايه؟ هم قاموا عاملين زي رود ماب كده، لو حضرتك عايز توصل انك انت تبقى اجايل كوتش او اجايل ترينر انت محتاج تعدي على انهي سيرتيفيكتس. من ضمن السيرتيفيكتس هتعدي عليها دي الاي سي بي، يعني دخلوا الاي سي بي جوه الرود ماب عشان يبقى الناس اللي معاهم اي سي بي فعلا يحسوا انها ليها فاليو، وان انا انها ممكن اكمل بيها الرود ماب بتاعت لحد ما بقى اجايل كوتش. العلاقه بينهم ايه والفرق ما بينهم ايه؟ يعني ما اكدبش عليكم انا اكسبرت في الاي سي بي، الدي اي لسه ما حضرتلهاش كورسات، بس حضرت لها ويبينارز وحضرت يعني فيديوهات كتيره بتتكلم عليها، بس طبعا ما بتكلموش يعني انتو دبث، يعني انت عارفين البي ام اي ناصحين قوي فبيبقوا عايزين ايه يبيعوا، فما بيقولوش كل ما في جعبتهم، بيدوا بس انترودكشن كده. فاللي انا فهمته الديسيبلين اجايل يعني الاجايل المنضبط اللي هو التيلورد، يعني ازاي اشتغل اجايل بشكل منضبط مش بشكل اكستريم يبوظ لي الشغل، او ما اشتغلش اجايل خالص واشتغل ووتر فول وبس بدون ما ادخل اجايل. فهو اعتقد ان هو كونسبت كويس، وشهادات يعني اتوقع ان النولج اللي فيها تكون كويسه، بس انا الحقيقه ما درستهاش فما اقدرش افتي اكتر من كده. طيب مهندس احمد مصطفى بيقول لو انا عايز امتحن. طيب بص يا باشمهندس احمد، زي ما انا قلت عايز تمتحن قبل ديسمبر، قبل التغييرات الجديده في ديسمبر امتحن السيكث اديشن، بس لو سمحت لما السيفنث اديشن تنزل اطلع عليها وذاكرها كويس قوي، لانها تختلف بشكل كبير. تمام، وزي ما مهندس عادل في الاول قال العلم مكمل لبعضه، احنا بنبني على بعض، فاكيد البيمبوك الجديده الحاليه دي مش هقول لك مش هتضرك، لا هتفيدك انك انت هتبني نولج بيس كويسه وبعد كده تبني عليها البيمبوك الجديده ان شاء الله. فلو هتقدر تمتحنها خلال الشهرين دول امتحنها، لو مش هتقدر تمتحنها ممكن تنتظر بقى للإديشن الجديد. طب يا شباب في اي حد عنده اي اسئله تانية؟ تمام يا باشمهندس، جزاكم الله كل خير على المحاضره القيمه دي. الله يخليك. بشكرك جدا مهندس عمر، ويعني انا اتشرفت بيك النهارده واتشرفت بيك لما حضرت لي المحاضره اللي يوم الاحد اللي فات. انا متابع حضرتك على طول. الله يخليك، وانا بتشرف بوجودك في اي مناسبه. طيب معلش اخر حاجه بس، كان مهندسه شيماء بتسال عايزين مثال على مشروع وكيفيه استخدام الاجايل. هو انا عامل ورشه عمل كامله، يعني لو في حد مهتم بالاجايل وبيطبق الاجايل ده عنده، انا عامل ورشه عمل كامله هتبقى 8 ساعات باذن الله، وهي موجوده على اجايل تشامبر اوف اديوكيشن. حضرتك ممكن تخشي تشوفي، يعني لو انترستد في حاجه زي كده، لو عايزه تعرفي الموضوع بيطبق اجايل سريعا ازاي، في المحاضره التعريفيه اللي انا عملتها عن الاي سي بي الاسبوع اللي فات، كنت جبت كده زي كيس ستادي صغيره، لو انا بشطب شقه ازاي اشطبها ووتر فول وازاي اشطبها اجايل، والموضوع بيختلف ازاي وبختار الابروتش بتاعي ازاي. فده موجود في الـ يعني الـ ده موجود في المحاضره المجانيه. المحاضره دي هتلاقوها موجوده على اليوتيوب، اكتبوا هيثم زكي اجايل هتلاقي المحاضره دي موجوده. حتى اشكرك يعني مصطفى، مهندس مصطفى اشكرك، هو بعت اللينكات بتاعه المحاضره بتاعتي، اشكرك جدا مصطفى، فممكن تخشوا تتفرجوا. كنت بتكلم على الحته دي، يعني الحته اللي حضرتك سالتي عليها دي بتكلم عليها. بالنسبه لرابط الورشه يعني تاني، يعني ممكن اقول لكم ابعت لكم الموقع تخشوا عليه agilechamber.com. تمام،
هتخشوا على agilechamber.com، هتخشوا على الكورسز هتلاقوا في حاجه اسمها اجايل كيس ستادي، هتخشوا على الكيس ستادي هتلاقوا في لينك التسجيل ممكن تسجلوا. ان شاء الله الورشه التطبيقيه هتكون الاسبوع اللي جاي باذن الله، مش الاسبوع اللي جاي اسف، اخر اسبوع في نوفمبر الشهر الجاي ان شاء الله. فدي هتبقى ورشه تطبيقيه للناس. وطبعا انا يعني ماي ريكومنديشن الناس اللي هتحضر الورشه دي يبقوا ناس خدوا اي سي بي معايا قبل كده، او حتى لو مش معايا اهم حاجه يبقى عندك نوليدج في الاجايل، تبقى فاهم سكرام، تبقى فاهم اجايل. فهي محاضره تطبيقيه للناس اللي فاهمه. لو انت لسه ما عندكش اي علم وعايز تتعلم اجايل من الاول، ممكن تتفرج على الفيديوهات اللي موجوده عندي على اليوتيوب، فيديوهات مفتوحه مجانا. ولو عايز تتعمق في الموضوع بشكل كبير، كورس الاي سي بي انا شغال فيه حاليا، يعني خلاص احنا المجموعه اكتملت. ممكن تحضر معايا الدوره اللي جايه، هتكون كمان شهر ونص او شهرين باذن الله. تمام. طيب مهندس صهيب بيقول ماذا بعد البي ام بي؟ انا بشوف دايما في الظروف اللي احنا عايشينها دلوقتي الاجايل، يعني هو يعني بدون نقاش، ماذا بعد البي ام بي؟ ادرس اجايل، ده مهم جدا لو انت عايز تكمل في اداره، في مجال اداره المشروعات. فده مهم، اهم من يعني اهم، انا بشوفه من وجهه نظري اهم من اي حاجه ثانيه، انك كده تدرس اجايل. تمام. بشكركم جدا جدا يا شباب، ويعني اتشرفت بيكم جميعا.